السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شقة مميزة جدا في حدائق الأهرام. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة شقتنا 160 متر وسط واجهة ريسبشن وغرفتين على الشارع، 3 غرف نوم واتنين حمام وريسبشن يشيل قطعتين ومطبخ. الشقة زي ما انتم شايفين مستوى تشطيبها عالي جدا. الشقة موجودة في البوابة الأولى منطقة دال، البوابة الأولى منطقة دال، تاني عمارة على طول من شارع جاردينيا الرئيسي، تاني عمارة من شارع جاردينيا الرئيسي. الشقة مكونة من 3 غرف نوم واتنين حمام ورسبشن ومطبخ، وده الشارع بتاعنا، شارع كله عماير شيك جدا، وده شارع جاردينيا، وده الريسبشن بتاعنا من زاوية تانية. احنا شفنا اول حاجة حمام الضيوف، وده الريسبشن بتاعنا من زاوية تانية. ده الريسبشن، وبعد كده هنشوف المطبخ بتاعنا. مطبخ مساحته ممتازة، ودي أول غرفة معانا. الغرف كلها مساحتها حلوة قوي. وده الحمام الرئيسي، فيه بانيو وكابينة، صحي كله دروفيت. الشقة جاهزة عشان السكن على طول. ودي تاني غرفة معانا على الشارع، بلكونة جيب على الشارع. زي ما قلت لكم مستوى تشطيب الشقة ممتاز. ودي الأوضة التالتة، الغرفة التالتة الأخيرة، صريحة على الشارع. ده برضو الشارع، ودي العماير اللي في الشارع، وده شارع جاردينيا. زي ما قلت لكم الشقة دي 160 متر، 3 غرف نوم واتنين حمام ورسبشن كبير ومطبخ. 3 غرف نوم واتنين حمام ورسبشن ومطبخ. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب للفيديو. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.